الحكمة. تعريف القرآن في قاعدة التعريف عند جميع العلماء في أي علم من العلوم يقولون يجب أن يكون المعرف أجلى من المعرف أو لا أقل يساوي. إذا واحد يريد يعرف شيء لازم يكون أعلى منه أو يكون لا أقل مساوي. إذا واحد يكون ناقص عن شيء كيف ممكن يعرف؟ هذا بحث في علم الكلام، في فلسفة، في جميع العلوم وفنون يقولون المعرف يجب أن يكون أجلى من المعرف أو يساوي. المعرف للقرآن إما أن يكون الله سبحانه وتعالى الذي هو أجلى مرتبة من القرآن، أو لمن يكون يساوي وهو ما أنزل عليه من النبي والإمام. فلذا قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. وهذا هو هاي الرواية، رواية عجيبة جدا. هل دققتم في هاي الكلمة؟ النبي يقول بقول مطلق، المخاطب منه؟ غير النبي، الجميع مشمول لهذه الخطاب. ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا، يعني كلكم في الضلالة، الكل في الضلالة، المستثنى من الضلالة المتمسك بالقرآن والمتمسك بالإمام وأهل البيت ومن أدرى في البيت معلم القرآن. هذا هو نتيجة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن عطية من الله سبحانه وتعالى، والعطية من الله من الحكيم للناس بحسب ظروفهم. نحن نسمع كثيرا هاي الرواية، الإمام أمير المؤمنين قال خطابا لكميل: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. أما لازم ندقق ما هو إرادة الإمام عليه السلام من الظرف والمظروف. الظرف قلب الإنسان، المظروف ما هو داخل في هاي القلب. العتية من الله القرآن، هذا القرآن مظروف، ظرف القرآن لا أحد في الوجود إلا قلب النبي الأعظم، حتى قلب إبراهيم لا يكون أوعى من جميع قلوب البشر قلب النبي. فهذا الظرف يليق بهذا المظروف القرآن. قلب موسى، قلب عيسى، قلب إبراهيم، لا قلب الخاطب، أوعى الظروف في عالم الوجود بالنسبة إلى جميع البشر هو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. برهاناً لا يمكن نزول القرآن إلا في قلب الخاتم. فلذا في هاي الآية الشريفة القرآن يفسر بعضها بعض في سورة النمل: وإنك، تأكيد، إن حرف التستير ويقولون حرف التحقيق، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إنك، النبي شنو قال؟ النبي قال
اینی تارکن فیکم الثقلین، اینک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اربع صفات ذکر فی القرآن للقرآن: عظیم، حکیم، کریم، مجید. لازم ان یکون المعرف اجلا من المعرف، المعرف الله سبحانه و تعالی. الذات الذی هو حمید مجید، الله سبحانه و تعالی. آية الكرسي يبدأ بالحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يختم به هو العلي العظيم. هذا صفة العظيم، صفة الله. والدليل القرآني: الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالتعظيم وبهذا الذكر في الركوع: فسبح باسم ربك العظيم. لما نركع نقول سبحان ربي العظيم وبحمده. هذه الصفة وصف الله سبحانه وتعالى القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذا صفة. صفة أخرى: الكريم. هو كريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هو وصف سبحانه وتعالى، وصف القرآن: إنه لقرآن كريم. إذن هو حكيم على الإطلاق. إنه لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هو حكيم. ووصف القرآن بصفة الحكمة: ياسين والقرآن الحكيم. هذا صفة القرآن. انتقب من جميع الشهور شهر رمضان، وانتقب من شهر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أنزل القرآن في هذه الليلة، وفي هذه الآية، آية عجيبة، آية بل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فرقان اسم للقرآن، قرآن أيضا اسم، قرآن فرقان، كلا الاسمين جاء في هاي الآية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك، مثل ما قال بالنسبة إلى نفسه جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان. لماذا سمي قرآن؟ لماذا سمي فرقان؟ هنا كلام عريض وطويل. في بعض الروايات أنه القرآن اسم لجملة الآيات، لكل القرآن، لكل الآيات. القرآن يعني جميع الآيات من البدء إلى الختم. أما الفرقان، المراد من الفرقان آيات المحكمات بس. في رواية، يعني مو رواية، أكثر من رواية، هذا فرق بين القرآن والفرقان. في هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى كلا الاسمين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذا الظرف
ظرف لیلة القدر و شهر رمضان انزل القرآن. هذا تعریف من الله سبحانه و تعالی و صفات القرآن. ان شاء الله سنتكلم في معنى الحكيم ولماذا سمي قرآن بالحكيم. هذه الرواية بس فقط أنقل لكم وأختم لا يعني أخذ من وقتكم. الرواية رواية عجيبة. إمام عليه السلام يقول: إذا أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يوم القيامة فادرسوا القرآن. قرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. أصعب الساعات ساعات لابن آدم موت. إذا أردتم عيش السعداء، جمع الإمام عليه السلام بين حوائج الدنيا والآخرة. عيش الدنيا في السعداء، سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. إنك ميت وإنهم ميتون. قطع جميع العلاقات والانتقال من هذه النشأة إلى نشأة الآخرة أصعب الساعات. وأما موت، موت الشهيد، شهيد كيف موت الشهيد؟ أبو أحمد قال طلب يعني أن نقرأ فاتحة للشهداء. الشهيد روايات عجيبة وغريبة بالنسبة إلى الشهيد. أول قطرة الدم من الشهيد يسقط على الأرض يقال له فقد غفر الله لك من ذنوبك. خلاص انتهى كل شيء إلا شيء واحد، إلا شيء واحد حتى قطرة دم الشهيد وهو حق الناس. الله مع أن الناس لا يهتمون حقوق الناس، حقوق الناس المستثنى فقط حقوق الناس، ولكن جميع الذنوب غفر الله لك من ذنوبك. عيش السعداء، موت الشهداء و النجاة يوم الحسرة. الإمام عليه الصلاة والسلام يوم الحسرة أي يوم؟ يوم الحسرة إذ قضي الأمر. الآية الشريفة آية يعني يجب أن ندقق فيه. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة. علاقة قول مطلق: مؤمن في الحسرة، كافر في حسرة، منافق في حسرة، مؤمن في عاصي في حسرة، مطيع في حسرة، عالم في حسرة، جاهل في حسر، كل الناس في الحسر. هذا في حسر ليش ما عمل أكثر من ذلك، هذا في حسر أنه راح الفرصة، كل شيء من يده على حسب الأشخاص، ولكن كل في الحسر. في يوم الحسرة الذي يفيد للإنسان القرآن. فلذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأمير المؤمنين: فاقرأ القرآن على كل حال، اقرأ القرآن أنت قائم، اقرأ القرآن وأنت جالس، اقرأ القرآن وأنت ذاهب، في كل حال،
في كل حال، خصوصا سورة ياسين طلب من الأمة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى من أمته أن يكون قلبهم ذعاء لسورة ياسين. سورة ياسين تقريبا 3000 حروف في سورة ياسين. في رواية أنه من قرأ القرآن متطهرا وهو قائما لكل حرف 100 حسنة، يعني إذا قرأ سورة ياسين في صلاته قائما يسير 300,000 حسنة في الركعة الأولى. إذا قرأ قائدا لكل حرف 50 حسنة، إذا قرأ في غير الصلاة متطهرا 25 حسنة لكل حرف وكلمة، وإذا قرأ من غير وضوء في غير صلاة 10 حسنات ولو بدون وضوء خارج الصلاة لكل حرف 10 حسنات. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتلاوة آياته والتدبر في كتابه إن شاء الله تعالى. أيام مظلومية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أئمة البقيع، بس فقط أقرأ لكم بعض الأبيات من السيد صالح القزويني على الله مقامه، معروف بقصيدة بائية. يقول: ولله أفلاك البقيع فكم بها، كواكب من آل النبي قوارب، كواكب من آل النبي قوارب. في هاي البقيع الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، إمام زين العابدين، إمام العارفين، سيد الساجدين، إمام الباقر عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام. كواكب من آل النبي غوارب، حوت منهم ما ليس تحويه بقعة، ونالت بهم ما لم تنله الكواكب. فبوركت أرضا كل يوم وليلة. نعم، ما في الثريا، ما في السجادات، ما في الأحجار، نعم، ولكن أرضا كل يوم وليلة تطوف من الأملاك فيه كتائب، وفيك الجبال الشم حلما هوامد. الحلم الحسنية مدفون هنا. وفيك الجبال الشم المرتفع، شم المرتفع، جبال المرتفع، حلما هوامد ساكن. وفيك البحور الفعل، فعل يعني ممتلئ، جودا نواظب. كريم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مناقبهم مثل النجوم كأنها، مصائبهم لم يحسح الداح حاسب، وهم للورى إما النعيم المؤبد، وإما عذاب في القيامة واصب. صلى الله على محمد. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، بمحمد وآله، يا الله يا الله يا الله يا
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واجعلنا من أهل اليقين واجعلنا من شيعة أمير المؤمنين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي مرضانا سيما المريض المنزور. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة بمحمد وأهل بيته إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات. Thank you.